التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات المبدعة في حضور هذه الأسماء المنطلقة. شوطنا مشاهدينا الأعزاء 20 في مجموعة أشواط مساء هذا اليوم، الشوط الثاني هنا أيضا لإخواننا السودانيين، مباشرة مع البداية، مباشرة مع المقدمة، مع الصدارة، مع البداية. النمر عوض خالد السوداني يأتي على الصدارة بينما المركز الثاني الحضور والوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد مع المركز الثاني، الانضمام من خلال تواجد مفجر والسيد المهيدي ياتي ويقدم شعاره، بينما مبلش الطيب عبد السلام يقدم مبلش. تابع بقية الاسماء، بقية الشعارات المنطلقة والحاضرة في هذا المسار، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، مع مقدمة الشوط، مع المقدمة الأولى. هذا هو مبلش الطيب عبد السلام، يأتي مع مبلش، يأتي مع مبلش في هذا المسار المستمر مع هذه التحديات الكبيرة بوجود مبلش على بداية المسار على مقدمة الإبداع. يقدم مبلش الطيب عبد السلام، تهانينا، تهانينا والناموس نبعث لمالك مبلش الطيب عبد السلام على انتزاع ناموس أول أشواط القعدان. وسلام مدلك، سلام سلام بوديك، سلام على هذا الانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان النمر عوض خالد السوداني، ثالثا القدوم مع مزعج وسعد الصديق الدرويشي. هذه النتيجة، التوقيت الزمني 1:43، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في أشواط مساء هذا اليوم.